إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الأخوة في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أيها الأخوة في الله هل عرفنا حقيقة أنفسنا؟ هل عرفنا من نحن؟ هل عرفنا قدرنا عند الله سبحانه وتعالى؟ أيها الإخوة، الناس ثلاثة أنواع، أو بعبارة أخرى يمكن للإنسان أن تكون عنده ثلاث شخصيات. الشخصية الأولى هي أنت مع الناس، فكيف تكون إذا كنت مع الناس؟ كيف تكون تصرفاتك، أخلاقك؟ ثم الحالة الثانية مع أقربائك، فكيف تكون في البيت مع الزوجة مع الأقرباء؟ هل يكون حالك مثل الحال الذي كنت عليه مع الناس؟ ثم الحالة الثالثة أي مع نفسك، لما تنفرد مع نفسك فكيف تكون حينئذ؟ بس برودرز أند سيسترز، الله سبحانه وتعالى heeft deze mens geschapen. En deze mens moet zichzelf kennen. Kennen wij onszelf genoeg? Weten wij wie wij zijn? En hoe wij zijn? Kennen wij onszelf als wij met mensen zijn? Hoe ben je dan op dat moment? In aanwezigheid van mensen. Hoe is jouw gedrag? Hoe is jouw karakter op dat moment als je in gezelschap met mensen bent? Een tweede situatie is thuis. Hoe ben je thuis? Met je kinderen, met je gezin. Is het hetzelfde? Ben je dezelfde persoon als dat je met mensen bent? En de derde is als je alleen bent. Ben je dan dezelfde persoon die zich net zo gedraagt
als hij met mensen is of met zijn familieleden en gezin. أيها الإخوة في الله، هناك معيار نستطيع به أن نعرف أنفسنا، فهذا السؤال هو: كيف يمكن للإنسان أن نعرف حقيقة نفسه؟ ما هو المعيار؟ أريد معيارا حتى أقيس به حقيقة نفسي، من أنا؟ وهذا المعيار في الحقيقة هي مواقف، وفي هذه المواقف يستطيع الإنسان أن يعرف نفسه من هو. الموقف الأول أيها الإخوة في الله، إذا تريد أن تعرف نفسك عند الغضب، هناك تعرف من أنت. في حالة الغضب ترى حقيقة الإنسان. بس برودرز اند سيسترز، what is the maatstaf waarmee ik kan weten wie ik ben en hoe ik ben? Is daar een bepaalde meter voor? Is er een maatstaf waarmee ik kan meten wie ik ben en hoe ik ben? Dat is er. Het zijn situaties waarin je soms belandt. Situaties die je meemaakt. En op dat moment weet je wat je ware aard is. Wie je bent. Eerste is boosheid. Op het moment dat je boos wordt, op dat moment weet je wie jij echt bent en wat jouw akhlaq zijn op dat moment. En dan gaat het in je hart wat je vindt. هناك أناس إذا غضبوا يتلفظون بكلام الفحش والمنكر، ربما كلام الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء يتلفظون بهذا الكلام ويتصرفون بهذه التصرفات ولو كانوا عند المسجد الحرام، فوالله رأيناهم أناس مع الناس تظن أنه من أفضل خلق الله، ولكن عندما يغضب نسأل الله السلامة والعافية، فهنا يعرف الإنسان من هو. فلهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. سبحان الله، هذه وصية موعظة، لا تغضب. فأيها الإخوة في الله، في هذه الحالة، حالة الغضب، الإنسان يتلفظ بما في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. وهناك أناس يقول لك: أسأل الله أن يهديك، أسأل الله أن يصلحك، لا حول ولا قوة إلا بالله، اتق الله يا أخي. ولكن هناك أناس نسأل الله السلامة والعافية لا يتلفظون إلا بالكلام القبيح وكلام الكفر. فهنا الإنسان يعرف نفسه. بس برودرز اند سيسترز، بوزهايت اونتماسكرت منسن. Laat zien wie je daadwerkelijk bent. Je ware aard komt naar boven. Want op dat moment zeg je alleen maar hetgeen wat je in je hart hebt. Dat komt eruit. Dat gaat automatisch. Daarom heb je mensen als ze boos worden, ze zeggen alleen maar slechte woorden. Woorden van, zelfs woorden van een koffer, mocht Allah subhanahu wa ta'ala ons behoeden. Ook al zijn ze nabij het heilige huis van Allah of in het heilige huis van Allah subhanahu wa ta'ala. We hebben mensen gezien. Tijdens tawaf, als hij boos wordt, zegt hij:
woorden waarvan je zou denken, subhanallah, a'udhu billahi minash shaitaan rajim. Omdat het ligt, omdat een mens boos wordt. Dus de ware aard komt naar boven, hetgeen wat je in je hart hebt, dat komt op dat moment naar boven. Iemand kwam bij de profeet sallallahu alaihi wasallam en zei, o profeet van Allah, geef mij advies. Waarop de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, word niet boos. Hij heeft het meerdere malen herhaald, word niet boos. Je zou denken, iemand gaat advies vragen en je verwacht een preek. De profeet sallallahu alaihi wasallam heeft alleen maar gezegd, word niet boos. En daar zit heel veel achter. Fels Allah ta'ala en yahfadana wa iyyakum min hadhihi as-sifat ar-radina. فلهذا ينبغي علينا أن نطهر قلوبنا وفي هذه الحالات تظهر حقيقة الإنسان. Dus daarom is het belangrijk dat wij ons hart reinigen. Wij moeten ons hart reinigen. Want in zo'n situatie komt jouw ware aard naar boven. En wat ik moet vinden, هناك حالة أخرى, موقف آخر, وهذا الموقف يتعلق بحضور النفس, بمعنى أن الإنسان يفتح الله عليه من الأموال أو من المناصب أو يصير مشهورا إلى غير ذلك من الأمور. فهناك أناس كانوا فقراء فلما أغناهم الله تكبروا على خلق الله فظهرت حقيقته. الله سبحانه وتعالى أعطانا مثالا في كتابه العزيز. قارون كان رجلا فقيرا من بني إسرائيل وكان من قوم موسى, فإذا به تجبر وتكبر. فما هو السبب؟ الله سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه العزيز هذا الموقف, يعني حتى نستفيد ونتعلم أيها الأخوة في الله. يقول الحق جل جلاله, إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. طيب ما سبب هذا البغي؟ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة, أي مفاتح الكنوز بشق الأنفس يرفعها عصبة, أي 10، 9، أو 7 رجال. إذ قال له قومه, لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين, وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك. لماذا تتكبر على خلق الله؟ لا تفرح بهذه الدنيا, تصدق. فكان الجواب, بعد أن كان فقيرا أغناه الله سبحانه وتعالى, إنما أوتيته على علم عندي. أنكر نعمة الله عليه, نسأل الله السلامة والعافية. فالجاه يكون بعض الأحيان امتحان وابتلاء للإنسان حتى يعرف من هو. بس برودرز انزسترز, ان اندر سيتواتي وارين ايماند كان بلاندن ان وارين ده وارة ارت نبوفه كومت, دات اس اوب ات مومنت دات ايماند فان armoede naar rijkdom gaat, dat hij rijk wordt, of dat hij bekend wordt,
Of dat hij een bepaalde status krijgt. En zo heb je mensen die ineens veranderen. Als ze een gunst van Allah hebben gekregen, dan zijn ze ineens hoogmoedig, dan kennen ze niemand meer. Terwijl ze daarvoor lief waren, behulpzaam waren, maar op het moment dat Allah subhanahu wa ta'ala ze de ni'am geeft, dan ontkennen ze alles. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons in de Koran een voorbeeld gegeven. En deze voorbeeld gaat over Karun. Karun behoorde tot het volk van Musa alayhi salam. Hij was arm, maar Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem gunstig gegeven. Allah heeft hem rijk gemaakt. En Allah subhanahu wa ta'ala beschrijft in de Koran zelfs de sleutels van de magazijnen die hij had, moesten 10 sterke mannen optillen. Alleen de sleutels. Zoveel had hij. Na armoede, rijkdom. Musa a.s. heeft tegen hem gezegd: help armen, geef zakat. Mensen zeggen tegen hem: geef van hetgeen wat Allah jou heeft gegeven, omwille van Allah. Wat was zijn antwoord? Het rijkdom wat jullie zien, heb ik bereikt door mijn kennis. Met andere woorden, hij heeft zelfs ontkend dat Allah hem die ni'ma heeft gegeven. En dat is de verandering. Dus soms kan een ni'ma een beproeving zijn. En op dat moment weet je echt wat voor persoon je bent. Vind je dat mocht Allah subhanahu wa ta'ala ons behoeden. أسأل الله تعالى وفقنا ويقنا في الرضا أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سواء سنين أو إذن وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأخوة في الله، عند الابتلاء في هذه المواقف الإنسان يرى من هو؟ كما قال الحق جل جلاله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عند الفتن أيها الإخوة في الله والابتلاءات، في هذه الحالة نرى حقيقة الإنسان، والإنسان يعرف حقيقته لما يبتلى ويفتن، لأن الله سبحانه وتعالى بين ذلك الحكمة من الابتلاء. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيها الإخوة في الله، أين فان دا سيتواسيس سيمة بروفيغا. Bij beproevingen komt de ware aard naar boven. Ben je standvastig? Heb je geduld? Wat zeg je op dat moment? En Allah subhanahu wa ta'ala heeft ook duidelijk aangegeven dat door beproevingen degenen die echt oprecht zijn, die zullen op dat moment getoond worden. En de leugenaars zullen op dat moment ook getoond worden. Een van de beproevingen die wij mee hebben gemaakt. En min benen btila'at moot het tiffel rayan. Hada min benen btila'at. Tayyib. Eine yakumul in ibtila'a huna. Hunaka ba'd al-naas. Qalu wallahi natasa'al. Da'awna Allah al-malayin. Da'awu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lam yustajab lahu. هذا ابتلاء من الله.
فقط المؤمن هو الذي يرى الحقيقة ويرى أن هنا حكمة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي وهو الذي يمنع. فريان وذهب إلى رحمة الله. أتظنون أننا إذا سألنا ريان الآن أتريد أن ترجع إلى هذه الدنيا؟ ماذا سيكون الجواب؟ والله لا أرجع إلى هذه الدنيا. والآن في رحمة الله سبحانه وتعالى. واستجابة الدعاء الله سبحانه وتعالى هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. فهناك حكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن هو الذي يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، والخير فيما اختاره الله. فهذه من ضمن الابتلاءات ابتليت بها الأمة، وهناك الذين صدقوا وهناك الكاذبين. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. بس برودرز اند زوسترز باي ببروفينغ فيت اوك في بنت يفورد زفار ببروفت de beproeving van de dood van Rayan. Wij horen mensen zeggen, we hebben dua gedaan, miljoenen mensen in moskeeën, maar toch werd ons dua niet verhoord. Wij hebben geen kennis over het onwaarneembare en wat voor wijsheid daarachter zit. Dat weten we niet. Dus daarom kunnen we ook niet zeggen, waarom wel, waarom niet. Tenzij je rechtstreeks met Allah subhanahu wa ta'ala kunt praten, dan pas kun je zeggen, waarom wel en waarom niet. Plus, als wij nu Rayan zouden vragen, wil je terugkomen naar deze dunia? Wallahi, hij gaat nee zeggen. Wat gaat hij hier in deze dunia doen? Hij is bij de barmhartige, subhanahu wa jalla. Wie wil nou niet naar de barmhartige, de genadevolle, subhanahu wa jalla? Dus hij leeft in de na'im, in de gunsten van Allah, subhanahu wa ta'ala. En de wijsheid wat daarachter zit, dat weet alleen Allah, subhanahu wa ta'ala. فنسأل الله تعالى في قلوبنا في رضا. هناك مواقف أخرى سنتناولها إن شاء الله في الجمعة المقبلة. نسأل الله تعالى في قلوبنا وإياكم بما في رضا. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الأولين يوم الدين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم العالمين وسبقنا بالايمان. اللهم ارحم فضلك جميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع القلب مجيب الدعوات. برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم نفس المهمومين وفرج كرب المكروبين. اللهم اقض الدين عن المدينين، شو مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.